لا حملت بالخطا من سوى الأعمالي الله عفو غفور ومد تجازله لا حملت بالخطا من سوى الأعمالي الله عفو غفور ومد تجازله لا زاد ذنبك تلمس رحمة الوالي ربك عطب لي سمم هنا الجدف مهلا وانتهى ذنوبك خفايف ما هنف قالي ما انت من اللي يا عبد الفرج والعدلة ما انت من اللي يا عبد الفرج والعدلة ولا عدو البشر من بعد المهالي يوم امهلا خالقه ازداد في جهله قام يتربى سدس المر بالحالي والنفس يم الهوى والغي من جبله حنا على موجها تضرب بنا الجالي مرات ننجي ونوب في شرك حبله مرات ننجي ونوب في شرك حبله ابليس ما يترك المخلوق في حالي اللي يتعدل سليم القوم خطرف له وقت مضى نتبع في بعض الاحوال الا ان راعى الضمير الحي يندهله وانا ضميري ذبحني حرها صالي ارجع الربي يفتل الليل وسفله ارجع الربي يفتل الليل وسفله من فضل ربي مسكت الدرب من تالي اليا عرض عرضه الشيطان ما بهله ابليس خلاني تل الوقت في حالي من بعد ما احفى ورايا خله رجله ما باقي الا خذين ندومي يبغالي يا في معي لا بغيت انا ابدع الجزرة يا في معي لا بغيت انا ابدع الجزرة وتم ضهمنا في جمع الاموال واليوم خليتها للي تمطرح له امضيت وقتي مع الايام جمالي اقضع بها الريع واسند بها العبلة نوبا سهمنا شقح في مركز عالي نوبا ندفع خد تشوف التبد من دبلة نوبا ندفع خد تشوف التبد من دبلة واليوم طاعت عظيم الشان في بالي أسأله من في ضجودة يبعد الغفلة واللي عرضت لي جميلة حرمي أحبالي أبي لعل الحسن تمسح الخبلة وإن خاطبا جاهلا بالغي مبتالي أتركه يرعى مع اللي يرعن الربلة أتركه يرعى مع اللي يرعن الربلة وأيضا ترد الهوى لو كان يصالي وأنا الذي يطرده لو هو رددله طرد الهوى مثل من يطرد برا اللالي يطرد سراب القوايل من فقد عقله والبيض يا ما ويا ما حول العالي عقب المعزة تقطع بالفتى سبلة عقب المعزة تقطع بالفتى سبلة.